انه من ايام المحاكم المختلطه ابتدى المشرع الاجرائي ينهج نهج ان المتهم في بعض الجرائم الخطره نحبسه حبس احتياطي. ليه؟ عشان اذا كانت الجريمه فيها من الخطوره على المجتمع، او اذا كان المتهم له يمكن ان يؤثر على ادله الجريمه او ادله القضيه، او انه يستطيع ان يؤثر في الشهود، فبنحبسه حبس احتياطي في مكان امين حفاظا على الادله وعلى المقاومات الخاصه بالقضيه. ولذلك شرع الحبس الاحتياطي من اجل صالح التحقيق، وهي ضروره، لكني ارى ان الحبس الاحتياطي يجب علينا ان نتوسع فيه. ليه؟ لانه في كثير من الجرائم يظل المتهم محبوسا سنه واثنين وثلاثه، علما ان هناك نهايات الحبس الاحتياطي. ويجي المتهم بعد كده ياخد براءه، نقول له بقى مين؟ من ذا الذي يعوض المتهم على فتره حبسه اذا ما خدت براءته بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه؟ وعندي الامثله وعندي القضايا اللي المتهم اخذ فيها اربع ثلاث متهمين اخذوا فيها براءه بعد اربع شهور، اربع سنين وثلاث اشهر. تمام. ولذلك يجب علينا الا نتوسع في الحبس الاحتياطي، لانه ضروره والضروره تقدر بقدرها. يعني في جرائم كثيره جدا المفترض فيها ملوش لازم الحبس الاحتياطي في الجرائم دي، احبس دي احتياطي. لكن مش عمال في بطال ان انا احبس اي متهم يدخل لي الا اذا كان هناك في الجرائم الخطيره، في الجرائم اللي يخشى على الشخص انه يطمس معالم الجريمه، انه يؤثر على الشهود، انه يستطيع ان يعبث بالدليل. لا، نقول حبس احتياطي بضروره. يعني هو الحبس الاحتياطي زي ما حضرتك قلت هو اجراء. اجراء وليس بعقوبه. مش عقوبه. لا تمام؟ لا، مش عقوبه ابدا. ومبررات الحبس الاحتياطي ان عشان خاطر المتهم ما يلعبش مثلا في الادله. بالظبط. ما ياثرش على الشهود. بالظبط. مثلا ما يهربش. بالزبط. اشياء كثيره جدا. بالزبط. دي مبررات الحبس. بالزبط. الاحتياطي. بالزبط. وحضرتك قلت دلوقتي ان مثلا الحبس الاحتياطي ممكن تصل يعني المده لسنتين وثلاثه زي ما حضرتك بتقول. لا، في ناس بقى بيحصل ايه؟ بياخدوا احكام. ما هو انا حابب اسف لو بقطع حضرتك، فانا حابب برضه اسال حضرتك، هل هو الحبس الاحتياطي ملهوش مده معينه؟ لا، ليه طبعا. ليه؟ لانه هناك تعديل اباح لمحكمه النقض والمحاكم الاحاله، وهشرح لحضرتك يعني ايه محكمه النقض ومحكمه الاحاله. يعني بمعنى لو المتهم اتحكم عليه والمتهم عمل نقض في القضيه والنقض قبل، لمحكمه النقض ان تمدد مده الحبس كيفما شاءت في الجرائم اللي عقوبتها الاعدام. تحبس، لان هناك جرائم كثيره يتحكم على اصحاب الاعدام واخذوا براءه او اتخفضت العقوبه. ولذلك المشرع النهارده لما عدل التشريع واباح لمحكمه النقض ومحكمه الاحاله ان تمدد مده الحبس دون التقييد بمده معينه، الى ان الماده 143 فقره الثالثه قالت في مواد الجنح او في قضايا الجنح لا يجوز ان يمتد الحبس الاحتياطي الا لثلاث شهور قبل احاله المتهم الى المحكمه.